بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ان شاء الله ندعو للاخ حسن ناجي الجهيم، توفي في نيويورك، نسال الله عز وجل ان يغفر له ويرحمه. كذلك اختنا ام حفظ الله عبيد توفيت هنا امس، وسيكون دفنها غدا باذن الله سبحانه وتعالى في دكس. فندعو لهم جميعا ان شاء الله. اللهم اغفر لهم وارحمهم، اللهم اغفر لهم وارحمهم، اللهم اغفر لهم وارحمهم، اللهم اكرم نزلهم ووسع مدخلهم، اغسلهم من خطاياهم بالماء تجري البرد. اللهم ان كانوا محسنين فزد في احسانهم، وان كانوا مسيئين فتجاوز عن سيئاتهم. اللهم انزل عليهم في قبورهم النور والمهجه والسرور من يومنا هذا الى يوم البعث والنشور. ايها الاخوه، كنت القيت بعض الملاحظات بعد صلاه العشاء تقريبا قبل 4 ايام، وبعض الاخوه قال نعيدها للجمع الأكثر. كنا نتحدث أيها الإخوة ما مقدار ما يمكن أن يأخذه المصلي وهو يصلي من الحركة. بعض الإخوة يأخذ التلفون وهو يصلي ويقول أيوة أنا لا أصلي، يرجع هو يصلي. هذا أحدث في الصلاة كلاما من غير أصلها فبطلت صلاته، هذا صلاته باطلة، أحدث كلاما متعمدا في داخل صلاته فتبطل صلاته. وبعضهم انا شاهدتهم يرد برساله، يكتب رساله ويصلي. واخر شاهدتهم يصلوا فعجبه الناس الذي امامه فاخذ تلفون يصورهم وهم الذين. هذه كلها مبطله من مبطلات الصلاه، مبطله. لا يصح لانسان ان يواصل صلاته وقد فعل هكذا، بل يخرج من الصلاه ثم يبدا بتكبيره الاحرام مره اخرى وبنيه ثانيه ليدخل في صلاته. هذا بالنسبه للتلفون. ما مقدار الحركه التي ممكن للانسان ان يتحرك وهو يصلي حينما يرن التلفون؟ يعني ادخل يدك الى جيبك ثم اطفئه، حوله الى الهزاز وخلاص وانتهى. حركه خفيفه، حركة لا تضر بالصلاة حتى لا تزعج الآخرين. هذا بالنسبة لمسألة الرد على التلفون وكذلك هذه الأمور. إن كنت تعلم أن القضية التي اتصل من أجلها فيك يعني كبيرة، واحد بيقتلوه، واحد بيت لإحراق، بيت لسيارة ممكن يسرقوها، هذا الشيء، اقطع صلاتك واذهب، اقطع الصلاة واذهب، لأنك لا يمكن أن تصلي وأنت مشغول البال. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة والرجل يدافع الأخبثين. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة والرجل حاق عن عنده بول. واحد يقول والله أنا اشتري حمام واشتري صلي، يجي يصلي وهو عنده بول، فيريد عقله أن يذهب إلى الحمام وعقل آخر يريد أن ينتهي من الصلاة. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة الحاق وكذلك عن الذي يدافع الأخبثين. حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة بحضرة طعام. إذا كان أمامك الأكل وحضرت الصلاة يكون أول لما تكمل وبعدين ارجع صلي، لأنك تكون مشغولا. يقول والله بيسبقوني، يأكلوا علي، ما عبقونا غصيل ولا سلتة ولا لوز ولا خلاص تنشغل بهذا. قال كل حتى تشبع ثم ائتي إلى الصلاة حتى لا يدخل الإنسان في صلاته وهو مشغول. هذه القضية أيها الإخوة ينبغي التنبه لها، لأن هذه صلاة وما معنا إلا صلاتنا. المسألة الأخرى أيها الإخوة تحدثت عنها وأعيدها، مسألة المسح على الشراب أو على الخفين. بعض الأحباب يلبس الشراب الخفيف الذي يصف الجسم، الشراب الخفيف الذي يصف الجسم له مسامات، يعني لا يسمن ولا يغني من جوع، يمكن لو مشيت فيه من هنا إلى طرف المسجد تقطع. هذا الشراب الخفيف الذي يصف الجسم مع مسامات صغيرة فيه لا يصح المسح عليه، لا يصح المسح عليه، إنما يصح المسح على الشراب الغليظ الذي يستطيع الإنسان أن يلبسه ويغطي جميع قدمه، ويشترط فيه أن يكون فوق العقب، فوق العقب. أما الشراب الذي يلبس، هذا الصغير الذي يلبسه أولادنا للجزمة تحت العقب، لا يجوز المسح عليه، لا يجوز المسح عليه. هذا من تحت ارفع إلى فوق فتمسح، أما هذا الصغير فإنه لا بد من خلعه وكذلك غسل القدم. إذا كان مرتفع كيف نمسح عليه؟ نمسح على الشراب أو على الخف بعد الطهارة. دخلت توضأت ولبست الشراب،
ولبست شراب ثم استخدمت الحمام، يعني أحدثت ببول أو غائب، ثم ذهبت تتوضأ وتمسح على الشراب. هذه النقطة الأولى، لا يصح أنك تكون في البيت جالس قل لبنتك يا بنتي هاتي الشراب وتلبس الشراب على الفرن وتتوضأ، تذهب إلى الحمام تتوضأ وتمسح على الشراب وأنت من قبل ما كنت على وضوء. هذا ما يصح، هذا لا يصح. إنما تلبس الشراب وأنت على وضوء على طهارة. كم الفترة الزمنية التي يجوز لك أن تمسح على الشراب؟ للمقيم يوم وليلة، يعني 24 ساعة، وللمسافر 3 أيام. وللمسافر 3 أيام ما لم يحدث، ما لم يعني لو واحد مسح على شرابه حتى هو مقيم، فيعني أعجبه زوجته بعد العصر مثلا، فجامع زوجته ثم ذهب يتوضأ أو يقول خلنا نغتسل هذا الظاهر والبقية الشراب نمسح عليه. لا، إذا 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 أحدث الرجل حدثا أكبر لا بد من الغسل غسلا تاما، فلا يصح عند الحدث الأكبر أو الاحتلام أن يمسح على خفيه، بل لا بد من الطهارة كاملة. طيب كيفية المسح؟ أو قبل كيفية المسح، بعض الأحباب جاءني أول أمس وقال نحن في الورشة فنمسح على الشراب صح، ثم إذا جئنا إلى 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 العمل ونحن في العمل نتوضأ ونمسح على الجزمة كلها، نمسح على الجزمات وخلاص. لا يصح هذا، إنما المسح على الشيء الذي مسحت عليه. يشترط في الجزمة أن تكون مرتفعة وتمسح عليها في البداية، وتمسح عليها في البداية. أما أنك مسحت على الشراب ثم أدخلت قدمك في الجزمة ثم ذهبت تتوضأ ومسحت على الجزمة ولم تمسح على الشراب، لا يصح هذا المسح، بل لا بد من المسح على الشراب نفسه. ثم واحد آخر كلمني قال هل يجوز لي أن أصلي بالجزمة التي مسحت في الشراب عليها، يعني اللي كانت داخل الجزمة نفسها، هل يجوز لي أن أصلي عليها؟ قلت لها أيوه ما فيها شيء، صلى النبي صلى الله عليه وسلم بحذائه، خاصة إذا كانت الجزمة لا يستطيع الإنسان خلعها وكان في مكان خارج، مثلاً هذه الأيام برد أو كنت في صحراء أو كنت في قاعة زواج أو كذا، تصلي بالجزمة لا مانع منها. قال أنا كنت أظن على أني إذا مسحت على الشراب لا يجوز لي أن أصلي وأنا رجلي داخل الجزمة، وإنما أخرج قدمي وأدوس على الجزمة من فوق وأصلي، خاصة الإخوة المسافرين الذين يسافروا في الطائرة أو في أي سفر. لا، المهم أنك تمسح على الشراب وتصلي بالجزمة لا مانع منها. أما كيفية المسح فللعلماء فيها قولان. القول الأول أنك تمسح عليها، تأخذ الماء يعني ما يبتل بالكذا وتمسح عليها كذا مباشرة كلها الثنتين، تمسح عليها الثنتين. بعض الأحباب يمسح تحت ويترك فوق، يمسح تحت هكذا يفعل وهكذا وراح يصلي. هذا ما قال علي بن أبي طالب لو كان الدين بالرأي لمسح أسفل الخف أولى من أعلى. القضية التعبدية أنك تمسح فوق مش تحت، ما يصح أن تمسح تحت هكذا وهكذا خلاص تمشي، لا، المسح فوق. هل نمسح باليدين أو بيد واحدة؟ على قدر الاستطاعة. بعض الإخوة ما يستطيع أنه يمسح هكذا، ينزل هذا المزور ويمسح عليها، فيجوز لك أن تمسح أولا، تبدأ باليمين هكذا تمسح عليها ثم الثانية تمسح عليها من فوق ويجزئك هذا. هذا بالنسبة للمسح على الخفين وكذلك بعض الأحكام المتعلقة بالصلاة. أسأل الله أن يوفقنا ويجزاكم الله خيرا. هي خاطرة لفضيلة الشيخ عبد الرزاق السيد. تصحيح بعض المفاهيم. المسح على الخفين.